السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه التابعين. إن شاء الله أنا جاية أوريكم النهاردة البوتاجاز هننضفه إزاي وهنطلع الجلخ إزاي بحاجة جميلة قوي ومش هتاخد منك أي مجهود وتحفة. يعني أول حاجة أنا هوريك البوتاجاز قبل ما يتعمل أهو. هو أنا طبعا مش بسيب البوتاجاز اللي هو بس في جلخ أهو، ده سيبته عشان أوريكم أهو مع بعض. بصوا البوتاجاز عامل ازاي اهو، شايفه الجلخ اهو. ماشي، هوريكي دلوقتي الخلطه هنعملها ازاي. نيجي هنا للعيون اهي اهو، بصوا من تحت عامل ازاي. هي الخلطة بسيطة جدا جدا ومش هتكلفك اي حاجة، وان شاء الله نتائجها يعني هتعجبك. اول حاجة انا هخلع الازازة دي، هفكها بالمفك ماشي، وهحط عليها الخلطة اللي انا هقولك عليها دي ماشي. هنبدأ بسم الله بسم الله. اول حاجة انا جبت اهي معلقة اريال، هحطها كده في الطبق ماشي. عارفين النشادر، النشادر اللي احنا بنستخدمها، انا جبت نشادر هحط اهو بمقدار معلقه. بسم الله ماشي. هوريكي بقى حاجه، بس خلي بالك كنت بتحطيها عشان النشادر قويه. وجايبه سلكه اهي ماشي، وميه مغليه. بصي اول ما احطها ايه اللي هيحصل، انا هوديها على البوتاجاز عشان ما تفورش على الرخام. بصي انا هبدأ بسم الله بسم الله، شايفه؟ بصي اتفعلت ازاي، بصي الفوران ده. هنبدا بقى ندلق كده بسم الله كده. ماشي، وهخلي حبه طبعا عشان ادعك العيون بيها وادعك الازازه من فوق. هنيجي هنا على الازازه دي هندلق بردك حبه، انا كده كده هفكها بس عشان الصاجه من اللي بره. خليت حبهم وانا هدعكه وهوريكي دلوقتي ايه اللي هيحصل، او ممكن ادعك حته كده بسيطه ونشوف. بس هو المفروض يتساب شويه يعني من ربع ساعه، بس هوريكي حته كده اهي. شايفه الحته دي فيها كان فيها جلخ جامد. بصي انا ما دعكتش كتير، بدا الجلخ هو يروح. نشوف حته فوق كده بسم الله. بصي اهو، اوريكي حته مثلا الجلخ جنبها اهو، شايفه الجلخ؟ الجلخ هنا روح، بس خلي بالك عشان بيحرق العين جامد. ورجعنا تاني يا جماعه، وادي البوتاجاز خلصته، بس الحوامل لسه بقى هتتنيع. بص البوتاجاز بقى عامل ازاي اهو، البوتاجاز اهو. بصوا العيون المرايه، هوريه لكم من جوه. بصوا هنا اللي كان فيه جلخ اهو، مفيش اي حاجه اهو اهو. بتجاز زي الفل اهو، وهوريكم من جوه. اهو من جوه اهو، بس عايزه اقول لكم على حاجه، وانتوا بتحطوا النشادر ما تبعدوا عينيكم عشان بتحرق العين. يعني حطيها وسيبيها كده يتنقع فيها شويه قد نص ساعه تكون الريحه بتاعتها راحت. وممكن تقللي شويه نسبه النشادر، بدل معلقه تبقى معلقه الا ربع، ومعاها ربع كوبايه خل ماشي.
يا رب يكون فتكم ان شاء الله. ووصفة والله جميلة، وبصوا بتخلي المراية بتاعت الازاز تحفة، مفيش حاجة اسمها جلخ دي خالص، يعني بيطلع الجلخ خالص حتى في السيراميك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.